بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمده تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الهدى وسيد الورى، حبيب رب العالمين وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام في كل مكان، من رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا اللقاء في ختام شهر شعبان، على مشارف شهر الخير والبركة، شهر رمضان، ليلة 26 من شهر شعبان سنة 42 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة الكريمة الشريفة المباركة، ليلة الجمعة، مستكثرين فيها من صلاتنا وسلامنا على حبيب القلوب ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. عليك صلاة الله ما لاح بارق وما صفق الطير المحلق في السماء، وما حن مشتاق وما جاد صيب، وما أم بيت الله عبد وأحرما، ضمئنا إلى لقياك شوقا ولهفة، وكم من محب فيك قد مسه الظما، فزيدوا عباد الله من ذكر أحمد، فيا فوز من صلى عليه وسلم. واجعلوا نصب أعينكم أننا في هذه الليلة الشريفة الكريمة مندوبين إلى الاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فيا رب صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى ويسلم عليه يا رب العالمين. إخوة الإسلام، هذا اللقاء المنعقد في هذا التوقيت على مشارف شهر رمضان نتحدث فيه عن هذا العنوان: رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والموضوع بمفردتيه في العنوان شيق، تشتاق له النفوس وتهواه الأرواح والأفئدة، وتطرب له الأسماع وتستهويه النفوس المؤمنة التي لطالما تربصت وانتظرت بشوق ولهفة هذا الشهر الكريم. فكيف إذا ربط هذا الشهر المبارك بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقدوة الأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نتناول فيه هذا الموضوع الشيق لنصل إلى فوز أعظم ونيل أبرك ما يمكن أن يناله مسلم بسلوك هديه عليه الصلاة والسلام. رمضان الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن، رمضان الشهر الذي خص بأحداث كونية عظام، تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الشيطان. رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وصدق من قال: وما فاقت الأيام أخرى بنفسها ولكن أيام الملاح ملاح. وهكذا هو شهر رمضان بين الشهور زينتها وبهجتها، وهو أيضا الأيام المليحة فيها. ومن هنا جاءت الشريعة بتخصيص هذا الشهر المبارك بجملة من المعاني والأحكام والفضائل والخيرات والبركات، ليكون حقيقة هذا الشهر عروس الشهور على مدى العام. أيها الكرام المباركون، نبحث في هذا الموضوع عن متعة أكمل وسعادة أتم في رحاب هذا الشهر المبارك الفضيل. فلا والله ما تزينت ليالي رمضان بتعليق القناديل واجتماع الأحبة وعمارة الأسواق وسهر الليالي في لهو وعبث، بل تزينت بما خصها الله تعالى به في حدث كوني فريد يوافق هذه الأيام الفاضلة والليالي المباركة. تدرون ما هو؟ نزول القرآن فيها. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو تفتيح أبواب الجنان، هو تغليق أبواب النيران، هو تصفيد مردة الشياطين. والله
لن يوفق عبد للفوز ببركات هذا الشهر والاغتراف من بحر خيراته بمثل تأسيه فيه بنبي الأمة وهاديها عليه الصلاة والسلام. من هنا كان المنطلق لملتقى الليلة يا كرام رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إنه قد أدرك في عمره الشريف المبارك صلى الله عليه وسلم 9 أعوام صام فيها رمضان، فكان إجماعا عند أهل العلم أنه صام 9 رمضانات إجماعا، وذلك أنه فرض رمضان أو صوم رمضان في السنة 2 من الهجرة، وقبضت روحه الطاهرة الشريفة صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، فكان مجموع ما أدركه 9 سنوات من رمضان صامها صلى الله عليه وسلم. ولن يقول قائل ولن يزعم أحد أنه يحيط في مجلس كهذا ولا في أضعافه بوصف والتقريب والإحاطة برمضان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما هو الحديث عن المعالم الكبرى التي يمكن أن نشهد فيها رمضان في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. رمضان بمتعته وروعته وعظمته وجلالته كان أجمل وأعظم وأبرك في حياة محمد بن عبد الله رسول الله ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فليس عبد مسلم يشهد رمضان ويجد فيه من المتعة ولذة العبادة والأنس بقرب الله أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يجد عبد حياة أكمل وأنعم من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرمضان إذن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو والله أجمل صورة يمكن أن تراها عبد الله لرمضان، وهي والله أكمل حياة تجمع بين العظمة والكمال البشري. ثم هو يا أمة الإسلام ميزان عظيم يجب الاحتكام إليه، أن يكون شأن نبينا صلى الله عليه وسلم الميزان، القدوة، الأسوة، المرآة التي يجب أن تنتصب أمامنا ونقف فنقيم أنفسنا أمامها، وهو داخل في عموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فكل من كان من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أقرب كان رمضان في حياته أجمل وأعظم وأشد بركة وأنسا. فهلموا يا كرام نتحدث فيها عن رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا نطيق إطلاقا أن نصف تفاصيل العظمة التي عاشها المصطفى صلى الله عليه وسلم في رمضان، ذلك أن رمضان ذاته بما يحويه من معالم كبرى تشمل الصيام والقيام والقرآن والاعتكاف والصدقة والإحسان والبر والجود ووجوها كثيرة أخرى، هو أيضا لن يحاط به في مجلس كهذا، فكيف إذا أردنا أن نضيف إلى ذلك شأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك. إذن سنتحدث عن رمضان، وليس أي رمضان بل رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الموضوع واسع فيمكن أن نقسمه في مجالس، هذا أولها، وستكون بعون الله تعالى امتدادا لمجالس تعقد في أيام شهر رمضان نتابع فيها تتبع رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إن مد الله في العمر وفسح في الأجل وأذن لنا باستكمال هذا الموضوع الجليل المبارك الذي نجد فيه متعة أكمل وسعادة وأنسا أتم. ومن أجل تقريب المقال، فإن المعالم الكبرى يمكن أن نقسمها إلى محاور. كيف كان رمضان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال حق على كل مسلم ومسلمة أن يسألوها لأنفسهم، من أجل أن نصل إلى جواب كيف يمكن لي أن أعيش في حياتي شهر رمضان أقرب ما يكون إلى عيش المصطفى صلى الله عليه وسلم في رمضان،
وهو ولا شك مبثوث مروي محفوظ في الدواوين والسنة والكتب والروايات، لما نلتقط فيها تلك المعالم. ولاتساع الموضوع وعظمته كما أسلفت، فيمكن أن نجعل رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم منقسما إلى ثلاثة محاور: أولها الجانب الروحي والنفسي، وثانيها الجانب الاجتماعي، وثالثها الجانب التعبدي، ولعل الثالث هو أوسعها حديثا ومقالا وعناصر وثروة فيما أثر من هديه المبارك عليه الصلاة والسلام. فأما أول العناصر التي نبتدئ بها هذه اللقاءات في مجلس الليلة أيها الكرام، هو الحديث عن الجانب الروحي والنفسي. رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب، ويمكن أن نتلمس فيه أمورا ثلاثة: أولها الفرح والاستبشار، فإنه معلم جلي واضح في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وصلته تحديدا برمضان. فرح واستبشار لأنه أدرك بالوحي الذي أنزل عليه من الله عظمة هذا الشهر وخصوصيته ومنقبته، فكان يفرح لمقدمه، لأن الفرح بمواسم الخير وأيام الطاعة والفرص التي يجد فيها العبد مزيد قرب من الله مطلب شرعي. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن كان سياق الآية الكريمة في ما يتعلق بالقرآن تحديدا وبالإسلام عموما، فإنه لا شك أن المعنى صادق في عموم أبواب الخير والطاعة التي يفرح بها المسلم. ألست تجد عبد الله في قلبك فرحة إذا وفقك الله فصمت يوما تطوعا، أو حتى صوما واجبا من أيام رمضان؟ ألست تفرح إذا وفقت لأداء فريضة فلم تفتك؟ ألست تفرح إذا أكرمك الله فكنت بارا بوالديك تصلهما بإحسان؟ ألست تفرح بكل طاعة وخير وحسنة ترصد في ميزان حسناتك؟ بلى، وهذا فرح مشروع، حق لك أن تفرح، لأن هذا علامة إيمان وأمارة إسلام يا كرام. فما عبد أسلم وآمن وملئ قلبه فرحا بربه إلا فرح بكل طاعة تقربه من ربه، وفرح بكل باب يقوده إلى ربه، وفرح بكل طاعة وحسنة يجعلها في ميزان حسناته قربة إلى ربه. فكيف برمضان الذي هو مجمع الخيرات والفضائل والكرامات والطاعات وأمهات العبادات كما يقول أهل العلم؟ فإذا اجتمعت كانت أياما فاضلة، وكانت حافلة بتلك المعاني العظيمة التي يأنس لها قلب مسلم ويطرب لها فرحا ويهتز لها شوقا. هكذا كان هذا حاضرا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في الجانب النفسي والروحي له صلى الله عليه وسلم. كان يفرح بقدوم رمضان ويستبشر، بل ويبشر به أصحابه عليه الصلاة والسلام. في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام النسائي يقول صلى الله عليه وسلم مبشرا أصحابه، يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. والحديث أيضا في مسند أحمد وعند ابن ماجه بلفظ: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر. أو ما شعرتم أنه صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ فرحا بهذا الشهر ويستبشر، بل ويبث البشارة في قلوب أصحابه؟ أما إنكم على بعد أيام معدودات من قدوم هذا الشهر، أليس حقا علينا أن نعيش هذه البهجة وهذا الفرح والأنس باستقبال هذا الموسم الكريم المبارك؟ أليس حقا علينا أن نعيشها أياما عابرة بأنس واستبشار يحفزنا إلى أن نكون مع قدوم أول لياليه على أتم استعداد لانطلاق كريم مبارك في سباق كريم نحو جنة عرضها الأرض والسماوات، في طاعات تفتح أبوابها بالصوم نهارا وبالقيام ليلا وبالقرآن فيما بينهما وبالدعاء والصدقة
وسائر وجوه البر. هذا الاستبشار يا كرام ليس من فراغ، هو أولا فرح واستبشار مشروع كما أسلفت، هو ثانيا خير معين لعبد يرجو أن يكون في رمضان من الموفقين السابقين. إي والله فكل من كان أكثر استعدادا للشهر قبل قدومه كان أسرع انطلاقا فيه إذا حلت أيامه وأشرقت لياليه. هو هكذا، هي نفوس بشرية تنشط وتقفز وتسبق إذا ما أعطيت حقها من التهيؤ والاستعداد. ولا والله لا وقود أعظم من الفرح بالطاعة، ولا شيء أكثر عونا للنفوس المؤمنة على الاستباق في الطاعات من الأنس بمعاني التعبد والتذلل لله جل جلاله. فمن أنس بذكر الله عز وجل انشغل قلبه ولسانه فرحا بذكر الله، ومن فرح بالقرآن عمر وقته بتلاوة القرآن وختمه وتتابع آياته وسوره قراءة وتدبرا وعيشا وتأملا. وهكذا يبقى الفرح بالعبادة التي يستقبلها العبد أعظم معين وأشد وقود يمكن أن ينطلق به في سباق بتلك الطاعة، يحجز فيها مقعده في الصفوف المتقدمة ويكون حقا فيها من السابقين. هذا المعلم يا كرام هو أيضا من الفرح الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. أليست دعوة إلى الفرح؟ أليس استبشارا؟ أليس معلما جليا من رمضان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أن تفرح به وأنت تستقبله وأن تستقبله فرحا واستبشارا؟ وإذا ما أدركت أيامه فوفقك الله فكتبك في عداد الصائمين فإنها الفرحة الحقيقية، الفرحة المقسومة شطرين، شطر منها تستمتع به كل ليلة مع أذان المغرب وأنت تلتقم تمرتك عبد الله هنيئا لك، فطر يوم صمته لوجه الله عز وجل. والشطر الآخر مدخر لك فرحة كبرى يوم تلقى الله عز وجل، هي فرحة جاءت بهذا اللفظ في حديثه صلى الله عليه وسلم يريدنا أن نعيشها في رمضان. وحق علينا مهما بلغنا أو بلغت بنا ظروف الحياة أيام رمضان من تعب أو نصب أو جوع أو عطش أو هم أو كرب أو دين أو مرض عذرا، هذه فرحة مشروعة ليست متعلقة باعتبارات مختلفة في الحياة، هي متعلقة برمضان لأنه رمضان وبالصيام لأنه صيام. ألست قد بلغت رمضان؟ ألست قد صمت فيه كل يوم بعد يوم؟ هذا وحده كاف لأن يجعلك فرحا، وأما الاعتبارات الأخرى فاجعلها في سياقها وفقك الله، ولا تسمح لشيء من مكدرات الحياة ومنغصاتها أن تذهب فرحتك في هذه المواضع المباركة التي شرعت لنا فيها الفرحة أن تعيشها قلوبنا. نعم لسنا نفرح بالموائد التي تمتد بلذيذ أنواع الطعام وفاخر الأصناف، ليست الفرحة بها، الفرحة بصيام تم لنا مع غروب شمس ذلك اليوم. الفرحة الأخرى ننتظرها أجرا ثقيلا في الميزان عندما يقول رب العزة والجلال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ما ظنك برب كريم يعدك بجزاء كريم لصيامك ويقول لك جزاء هذا خارج عن قاعدة الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها؟ ما ظنك بثواب عظيم يقول فيه الكريم فإنه لي وأنا أجزي به؟ قد لا تدركك فرحة التعبير على الوصف، لكن حسبك أن تفرح وكفى. هذا المعلم الأول في جانبه الروحي والنفسي، وفي صورته الأولى المشرقة هي الاستبشار برمضان والفرحة بقدومه. وأما الصورة الثانية من المعلم الأول في الجانب الروحي والنفسي فهو التهيؤ لرمضان والاستعداد له، وأقصد به ما تقدم قبل قليل، فإن الفرح والأنسة والاستبشار صورة من صور التهيؤ والاستعداد، ولكن من صور التهيؤ والاستعداد أيضا ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعيشه ويفعله ويقوم به أيام شعبان تهيؤا واستعدادا لرمضان.
الأجل هو نوع من استمرار وامتداد عيش رمضان في قلبه وحياته عليه الصلاة والسلام. كانت الفرحة تملأ أيام شهره فتفيض حتى تسبق دخول الشهر قبله بشهر من شعبان. اسمع رعاك الله، تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر منه صياما لله في شعبان، أكثر من صيامه لله في شعبان. كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وتقول أم سلمة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، والحديث صحيح. كي ماذا تقصد كان يصوم شهرين متتابعين؟ يعني شهرا فرضا وشهرا نفلا. نعم، هما شعبان ورمضان. وفي رواية لأبي داود تقول أمنا أم سلمة رضي الله عنها: لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. أما شعرتم، أما فهمتم أن هذا الوصل والتتابع بين صيام شعبان ورمضان المحمول هنا في كلام أهل العلم على الاستكثار من صيام شهر شعبان وليس على استكماله بأكمله تماما بالصيام، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثر من صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. هذه سنة، الاستكثار من صيام شعبان. وقد علل هذا الفعل النبوي وهذه السنة في الاستكثار من صيام شعبان بمجموعة أمور أظهرها وأوضحها ما أخرج النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا ولا شك كما ترون سؤال صريح وجواب مباشر، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا أظهر وجوه التعليل وبيان الحكمة من صيام شهر رمضان، من صيام شهر شعبان، وهو أنه شهر هو مظنة الغفلة. وقد تقررت طرق الهدي النبوي وقواعد الشريعة على أن العبادة في مواضع الغفلة ومواطنها أفضل وأعظم أجرا، لأن المقبل فيها على العبادة قليل حيث تعم الغفلة. ولذلك كانت العبادة زمن الفتن عظيمة الأجر، تعدل الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتعليل الآخر المذكور في الاستكثار من صيام شهر شعبان أنه تعظيم لرمضان، وأنه كالسنة القبلية لرمضان، وصيام الست من شوال كالسنة البعدية. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان صيامه صلى الله عليه وسلم في شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سواه، وكان يصوم معظم شعبان. ويقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم، وأفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله وبعده، وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها، وهي تكملة لنقص الفرائض، وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده. فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق بالصلاة، فكذلك يكون صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بعد عنه. انتهى كلامه رحمه الله. أرأيتم؟ هي إذن ارتباط برمضان، ومنه فضل صيام شعبان ليكون توطئة وتقدمة. ناهيكم عن أن الاستعداد لرمضان يتمثل في هذا الصيام الذي يوطن النفس على استقبال أيام رمضان بصيام قد يطول نهاره في أيام الصيف حرا وجوعا وعطشا. فلا ينبغي لمسلم أن يستفتح رمضان في أول أيامه بإجهاد وتعب
ومشقة شديدة ربما أضعفته عن العمل، وربما تجاوزت به فأورثته الملل، وهذا ما لا ينبغي، نسأل الله السلامة. فضلا عن أن يبلغ درجة من السوء لا يحسن بالمسلم أن يقع فيها، فضلا عن أن يفكر فيها، ألا وهي التذمر والتسخط والانزعاج من عبادة يجد معها مشقة وحرجا. أما إن من المخارج لذلك يا كرام هذا الهدي النبوي الكريم، وهو استقبال رمضان بصيام شعبان قبله، بل والاستكثار من صيام شعبان، فهو دربة، هو توطين للنفس، هو استعداد، هو ملكة تنمى خصوصا لمن لم يعتد على الصيام طيلة أيام العام، إما الانشغال أو لارتباط بأعمال لا يتاح له فيها معها صيام أيام الاثنين والخميس والأيام البيض وغيرها من أيام التطوع. فمثل هذا حري به أن يكون في رمضان إذا ما أراد أن يتمثل رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتم بهذه السنة الكريمة، فإنها حقيقة نوع من التهيؤ لرمضان والاستعداد له بمثل هذا المعنى العظيم. إذن هو جانب نفسي، جانب روحي، يتحقق بمثل هذه السنن النبوية المأثورة عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاستبشار يا كرام بالاستعداد لرمضان بالصيام في شعبان يجعل النفوس أكثر فرحة باستقبال رمضان، وإن طالت أيام الصيف فيه بالصيام، وإن تعب فيه بمشقة لجوع وعطش تلحقه، لكن ألفة العمل قبل حلول فرضه يعين على تجاوز تلك الصعاب، فيستقبل رمضان بمزيد من الأنس والفرح والبهجة المذكورة فيما تقدم أولا. فلننتقل إذن إلى ثالث الصور التي تمثل الجانب الروحي والنفسي من رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العبادات الرمضانية بأسرها بجملتها، فإنها كانت متعة روحية ولذة نفسية وأنسا عجيبا يعيشه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما إن الطاعة كلها للقلب المؤمن راحة، أما أن العبادة في جملتها للنفوس المسلمة لذة، لكنها في المواسم الفاضلة تكون أعظم، وسيكون مزيد بسط لهذا العنصر في الجانب الثالث، الجانب التعبدي، لأنه مخصص للتطرق إلى هذا. لكنني أضرب مثالا بالاعتكاف، وهو من السنن النبوية الجليلة العظيمة في أيام رمضان التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. الاعتكاف عبادة كلنا يعلمها، المكث في بيت الله عز وجل والانقطاع إليه وترك البيوت والمنازل والفرش بقاء في بيت الله استقبالا للطاعة واستكثارا منها وتفرغا تاما وانقطاعا لها. أريد أن تتأملوا في هذه الزاوية من النظر وارتباط الاعتكاف، وهو أحد العبادات الرمضانية، ارتباطه بالجانب الروحي والأنس النفسي العجيب الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتح لنا أبوابه المشرعة كل سنة في رمضان. كان يعتكف حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. المقصود من الاعتكاف ما هو؟ هو كما يقول الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: جمع القلب على الله بالخلوة مع خلو المعدة والإقبال عليه تعالى والتنعم بذكره والإعراض عما عداه. هنا يظهر بجلاء هذا المعنى في الجانب الروحي الذي كانت تقطر به العبادات الرمضانية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يفتح لنا أبوابها. هو إذن جانب روحي يجب ألا نتجاوزه، لئلا يفهم أن حديثنا في المحور الثالث الآتي لاحقا في الجانب التعبدي من رمضان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أنه مجرد العبادات في هيئاتها الظاهرة، وأن الصيام إمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الثاني حتى غروب الشمس،
وأن صلاته بالقيام كانت لا تزيد على 11 ركعة أو 13 ركعة، وأنه أما بأصحابه أياما أو ليالي معدودات من رمضان ثم لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم صلاة قيام الليل في رمضان. هي صور العبادات، لكن حتى لا يكون المفهوم من الجانب التعبدي تلك الصورة الظاهرة والهيئة المجردة للعبادة، ينبغي هاهنا التأكيد نصا على أن من أعظم معالم الجانب الروحي والنفسي التي نقرأها في رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو متعته بالعبادات الرمضانية بشتى صورها، كان بالصيام وبالقيام وبالقرآن وبالدعاء وبالصدقة، كان يجد متعة بمدارسته القرآن وملاقاته جبريل عليه السلام، كان يجد أنسا بقيامه رمضان وصف قدميه بين يدي ربه عليه الصلاة والسلام، كان يجد أنسا بطول قيامه حتى يقول الصحابة خشينا أن يفوتنا الفلاح عن السحور، كان يجد متعة وأنسا. هذه المتعة هي لذة روحانية ومتعة نفسية عظيمة جليلة لا يعدلها شيء من متع الحياة ولو اجتمعت والله كلها في كفة. ومتعة العبادة بين يدي الله في كفة، ولذة الدمعة من خشية الله في كفة، لا والله ستطير متع الحياة بأسرها في تلك الكفة الطائشة، لأن القلب وهو قلب ذو النفخة الروحية الإلهية الجليلة ونفخت فيه من روحي، لن تجد القلوب وأرواحها متعة أعظم ولا أنسا أصدق من صلتها بالذي خلقها ونفخ فيها الروح. الله جل جلاله متعة المتعبدين بذكره سبحانه، الله جل جلاله أنس المشتاقين إلى لقائه عز وجل، وهكذا تبقى العبادات في كل صورها، ولكنها في رمضان أشد ما تكون وضوحا لاجتماعها وتضافرها وتآزرها، فتكون حزمة من المعاني الروحية العجيبة ومن المتعة النفسية الجليلة التي تساق وتضخ نحو القلوب المؤمنة، فتجد في جانبها الروحي والنفسي متعة ولذة تفتقدها في غير رمضان. ولست هنا لأقرر أننا جميعا أمة الإسلام نجد في قلوبنا من النشاط للطاعة والإقبال عليها والفرح، بل ويسرها وتذللها بين أيدينا ما لا نجده في غيره من أيام العام. لا تعجبوا، لأنها اجتمعت على القلوب فقوي الإيمان، لأن الموسم كريم، لأن الشهر فضيل، لأن المعاني المحفوتة في شهر رمضان كلها كانت عونا وعضدا لتحقيق هذه المعاني. فنعم، كلنا ينشط لقراءة القرآن في رمضان ما لا ينشط لغيره، وينشط في الصلاة والقيام ما لا ينشط في غيره، وكذلك الصيام والصدقة والجود والإحسان هو جانب روحي أساسه ومرتكزه تلك العبادات الرمضانية التي تلقي بظلالها على القلوب المسلمة. فالصوم يحرث القلوب والقرآن يسقيها، فمهما بذر فيها من الخير والعمل الصالح أثمرت أشجارا يانعة وثمرات مقطوفة شهية. وهكذا نفهم أن من أعظم معالم الجانب الروحي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان هو ذلك الأنس والمتعة واللذة التي كان يجتنيها صلى الله عليه وسلم من العبادات الرمضانية في رمضان. هذا ما يتعلق بالجانب النفسي والروحي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. فلننتقل أيها الكرام إلى الجانب الآخر، وهو الجانب الاجتماعي. وأقصد بالجانب الاجتماعي علاقته صلى الله عليه وسلم بالناس من حوله، بدءا بأزواجه وأهل بيته، ومرورا بالمقربين من أصحابه، وانتهاءا ما أقول بعامة أصحابه القريب والبعيد، بل بالأمة كلها. فإننا إي والله على صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم بحبنا له وشوقنا إلى لقائه في الجنة والظفر بشفاعته، وتوثيق ذلك الحب والشوق برصيد عظيم من التمسك بسنته
والعض عليها بالنواجذ والفرح بها. فكلنا في عداد صلة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته يمسك بحبل. الجانب الاجتماعي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان كانت تمثل هذا البعد الكبير وهذا الامتداد العجيب، كما قلت لك، بدءا من أهل بيته وأزواجه وانتهاءا بعموم أمته. فهلموا نلقي النظرة على رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من جانبها الاجتماعي. أولا، صورة الأولى تعاهد الأهل والحرص عليهم والاهتمام بهم وسوقهم في السباق الكبير نحو الجنة وما فتحت له أبواب الجنان في رمضان. ما كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بنفسه لنفسه صلى الله عليه وسلم، بل كان يأخذ بيديه أهل بيته. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، لفظ مسلم، وعند البخاري: شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. تأملوا إيقاظ الأهل. إيقاظ الأهل في رمضان وفي العشر الأواخر تحديدا هو معلم ينبغي الوقوف عنده كثيرا. عندما يوفقك أنت، عندما يوفقك عبد الله ربك الكريم سبحانه، عندما يوفقك لأن تكون في رمضان من السباقين إلى الخيرات، من المسارعين في تفطير الصائمين وفي الاستباق إلى الصفوف الأول وفي قراءة القرآن وتدبره والعيش معه وفي قيام الليل وفي الاعتكاف، فلما تذهب وحدك؟ أتريد الجنة لك دون زوجك وأولادك؟ أما تريدها لإخوتك أشقائك وشقيقاتك؟ ألست محبا لها حقيقة لبنيك وبناتك؟ فلماذا تذهب وحدك؟ خذها معلما من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان ينطلق في رمضان نحو الفوز الكبير والأجر العظيم وحده، بل كان يأخذ بيد أهله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. أيقظ يعني لا يسمح لهم بالنوم، أيام وليال مباركة لا مساحة فيها للنوم ولا مجال فيها لأن تضيع لوضع الجنب على الفراش، هي ليال عظيمة وأنفاس نفيسة ودقائق شريفة ينبغي أن تستثمر بالطاعة. المعلم هنا يقول: علينا بالعناية بالأسر وأهل البيت في رمضان. هكذا كان رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في جانبها الاجتماعي حافلا بسوق الأهل وحفزهم وحشدهم نحو الانطلاق. فرحم الله امرأ تأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، رحم الله أبا كان في رمضان يتفقد أولاده البنين والبنات ويتفقد زوجته ويرعى أهله، رحم الله أما رغم اشتغالها في البيت بإعداد ما يعينهم على الصيام والإفطار وما يهيئ لأهل البيت راحتهم ولباسهم ونظافة منزلهم ولقمة طعامهم، لكنها مع ذلك كانت الأمة العاقلة الموفقة الحريصة المباركة التي تجعل مع سؤالها وتفقدها عن طعامهم ولباسهم وشرابهم، تفقدها لوردهم من القرآن كم قرأوا، لصلاتهم بالليل ماذا فعلوا، لإدراكهم للفريضة والسنن الرواتب ما حظهم منها. يا كرام، هي أمانات نحن مسؤولون عنها ولا شك طيلة العام، البيوت والأسر والأهل والأولاد، لكنها في رمضان ترتقي عن مرتبة المسؤولية والأمانة ومغبة السؤال ومظنة الحساب، ترتقي إلى معنى أعظم، إلى صورة أكثر إشراقا، وهو أن الجنة مفتوحة، أبوابها مشرعة، فلما لا نأخذ لها أولادنا؟ لما لا نسوق لها أهلينا؟ نحن والله إن كنا حريصين فننتقي لهم تهيئا للعيد أجمل اللباس، ونهيئهم لفرحة العيد بأن يكونوا من السعداء، فوالله إن الفرحة الأعظم والسعادة الأتم أن نجعلهم مع فرحة العيد بلباس الجديد واقتناء ما يريدون أن نجعلهم في رمضان من السابقين. هذه والله هي الحصافة، هي المحبة الحقيقية لأسرنا وأولادنا. هي قبل ذلك
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى. في جانبها الاجتماعي هذا والله هي أظهر مظاهرها وأشرق صورها في رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الاجتماعي. لا شك أن ذلك كله كان محفوفا بالرفق والأنس والتعاهد الذي يحث فيه الأهل البيت، والذي يسوقهم فيه بالموعظة وبالإغراء وبكل فعل يحفز النفوس على الاستباق إلى الخيرات. فترى أهل البيت كخلية النحل، ولهم دوي بالقرآن، ولهم اشتغال بالطاعة، ما انقطعوا تماما عن الحياة واعتكفوا طيلة الشهر من أوله إلى آخره، ولكن كانوا أكثر يقظة وكانت قلوبهم أكثر إدراكاً لما ينبغي أن تعيشه من متعة الشهر في رمضان. الصورة الثانية من الجانب الاجتماعي لرمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو حفز الناس إلى الخير وسوق الإغراء الشرعي لاغتنام رمضان. هذه دائرة أوسع من التي قبلها. الأولى كانت تعاهد الأهل، أهل البيت. الدرجة الثانية في الصورة هذه هي أن نكون في حرصنا على اغتنام شهرنا والفوز بخيراته وبركاته، غير مقتصرين على أنفسنا وأهلينا وأولادنا، بل نحب الخير لأمتنا كلها، ونحب لإخوتنا المسلمين وإخواننا المؤمنين ما نحبه لأنفسنا. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحفز الناس إلى الخير، يغريهم بالفضل والأجر لاغتنام رمضان. وهذا ولا شك من باب أن نحمل النفوس على اغتنام رمضان. وكلنا يحفظ تلك الأحاديث التي جاءت بسوق فضائل رمضان، قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يريد أن يقول لك إن أبواب الجنة في رمضان مفتوحة في النهار بالصيام، مفتوحة في الليل بالقيام، مفتوحة في ليالي العشر الأواخر في ليلة القدر على وجه الخصوص، لما لها من مزية وخير وبركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذا الإغراء كان جانبا اجتماعيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوق الناس فيه إلى الخير. فهل لا تأسينا أيها الموفقون المباركون، أيها الدعاة وأئمة المساجد الخطباء، أيها الصالحون، أيها المحبون الخير للأمة، حيثما كان موقع أحدكم ووظيفته ومنصبه ودوره في الحياة؟ هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحفز الناس إلى الخير. واليوم يا كرام، هذه بأيدينا وسائل التواصل الاجتماعي التي لطالما تبادلنا فيها الرسائل والمنشورات بشتى منصات وسائل التواصل الاجتماعي. كل هناك يتكلم بلسانه ويعبر عن نفسه، وإذا أتتني منك رسالة فإنها ممهورة بتوقيعك، وإن لم توقع ألست مرسلها؟ دونك إذن أن توظف مثل هذا الأمر الذي اعتدناه بل وأغرقنا فيه وغرقنا فيه، يمكن أن توظفه في أن تتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنعم المسلم أنت والله لإخوتك إذا ما ضللت تذكرهم بسنة وتحفزهم إلى خير، وتشوق نفوسهم للطاعة في رمضان، وتلفتهم إلى المعاني العجيبة والأسرار البديعة في صيامهم، في قيامهم، في قرآنهم. فوالله لربما حركت رسالة نفوس الراكدة، وأيقظت رسالة قلوبا غافلة، وفتحت رسالة أعينا مغمضة، وفتحت أيضا آذانا كانت مصمتة فلا تستقل. وكم من مقطع أو رسالة أو عبارة، وربما كانت كلمتين، تقع موقعها في قلب من يتلقاها قراءة أو سماعا أو مشاهدة فتفعل فعلها. يا حبيبي، هذه أسوة حبيبنا صلى الله عليه وسلم في رمضان، أنه كان ينشر الخير وكان يحث عليه وكان يدعو الناس إليه.
ونحن كلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم متأسٍ، وكلنا من هذا الهدي النبوي مقبل عليه مستفيد منه، وكلنا من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. أقبلوا هذه سنة عليه الصلاة والسلام. ماذا تفهمون من قوله عليه الصلاة والسلام وهو أيضا يحفز النفوس ويحثها؟ إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. الحديث أخرجه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني. يقول في الصحيحين: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. ماذا عساك فهمت أخي وأنت أخية من هذه النصوص الكثيرة المتتابعة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها يقول لنا: الباب من هنا والخير من هناك والرحمة من فوق ومن أسفل وعن يمين وعن شمال. والله كان يحفز النفوس أنك إن ثقلت عن طاعة فهاك الأخرى، وإن عجزت عن عبادة وحسنة فدونك بابا آخر. هذا التحفيز يجعلني أنا وأنت من أشد الناس حرصاً في رمضان على أن نتقلب في أبواب الخير ونيل الحسنات. فلما لا نتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون لإخوتنا المسلمين كذلك؟ مثلها أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. يا كرام يا كرام، الناس بحاجة، ورمضان فرصة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم قائم على توظيف هذه الخيرات في رمضان لإغراء العباد وحثهم على الإقبال والاستباق إليها والقرب من الله عز وجل فيها. هذا معلم كريم والله من معالم الجانب الاجتماعي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. فهكذا كما أسلفت، كلنا قادر على أن يصيب من هذا الهدي النبوي بابا، وأن ينال منه خيرا، وأن يصيد منه لميزان حسناته ما يرجو أن تثقل به كفته يوم يلقى الله. الصورة الثالثة ونختم بها مجلس الليلة من الجانب الاجتماعي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان: دعوة الناس وتوجيههم إلى الصلاح والخلق الفاضل، القيم والمبادئ الكريمة والأخلاق الفاضلة والصفات الشريفة مطلب حثت عليه الشريعة، والشريعة الإسلام هي دين الأخلاق. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء. يقول ربنا عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول المصطفى ذو الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إذن فصالح الأخلاق ومكارمها والقيم الفاضلة والصفات الحسنة والخصال الحميدة مطلب، هي من صلب الشريعة ومن قوام دعوة الأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام. فما علاقة هذا برمضان؟ هذا ولا شك ممتد طيلة العام، لكنه في رمضان يبدو في الجانب الاجتماعي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أوضح وآكد وأظهر وأجلى. أجل، كان يتعاهد الناس في رمضان لتوظيف فرصة الخير وإقبال النفوس وانفتاح القلوب على أن تغترف من بحر الأخلاق ومن معينها المتدفق رصيدا أكبر. فرمضان إذن فرصة آكد لأن يكون موسما عظيما تحمل فيه النفوس المسلمة من معين الأخلاق ومنبعها قدرا أكمل، لتخرج النفوس المسلمة من رمضان وقد سمت أخلاقها وتزينت طباعها وتجملت بما حملته من رمضان. انظروا إلى هذه الصورة المشرقة من الجانب الاجتماعي في دعوة الناس إلى الخلق الكريم في رمضان وتهذيب طباعهم وأخلاقهم وسجاياهم في رمضان، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم.
هي دعوة لأن نجعل من رمضان جنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن شاتمه أحد فليقل إني صائم. أو ما رأيتم، هي دعوة لأن نجعل من الصيام فرصة للارتقاء بالأخلاق وأن نوظف رمضان لهذا المعنى الكريم الجليل فتسمو الأخلاق. هذا السمو الخلقي الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الناس إليه كان هو أسبق الناس إليه صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعرف حديث أنس رضي الله عنه الذي يقول فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وقفوا هنا، يقول كان أجود الناس، ولكن مع ذلك يقول كان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن إن كان رمضان فرصة للسمو بالأخلاق والارتقاء بها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوظف ذلك المعلم للارتقاء بأخلاق الناس. يا كرام، رمضان فرصة والنفوس متهيئة، وتوظيف هذه الفرصة لإصلاح الناس وتقويم أخلاقهم ودعوتهم ومعالجة سلوكياتهم والارتقاء بالمجتمع كله نحو الأصلح والأكمل منهج نبوي للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تأكيدا على أثر رمضان في سمو الخلق ورفعته. وهكذا نحن مخاطبون لذواتنا أولا أن نجعل من رمضان فرصة لتهذيب أخلاقنا والسمو بها، وأن نجعل منه ثانيا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المعلم لأن نقود الناس نحو تهذيب الأخلاق والارتقاء بها. لا يزال لحديثنا بقية عن رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الجوانب الأخرى، وقد مضى في ليلتنا هذه في المجلس الأول الجانب الروحي والنفسي ثم الجانب الاجتماعي. طوبى لمن جعل النبي إمامه فغدا الصراط المستقيم أمامه، يمسي ويصبح للنبي ملازما والحب يوقظ في الفؤاد مرامه، مستلهما في كل أمر هديه حتى يقيم حلاله وحرامه ويقوم والأشواق تسكب عطرها يزجي إليه صلاته وسلامه. صلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم، ترزقون من ربكم 10 صلوات، فيا رب صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عنه الغافلون. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا رمضان في عفو وعافية وحسن إيمان، وأعنا فيه يا رب على الصيام والقيام وكل عمل يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام، واكتبنا إلهي فيه من السابقين الفائزين المقبولين السعداء المرحومين نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.